هذا المؤتمر بالتعاون بين مؤسستين عريقتين ومرموقتين، هما جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بها، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري. هي الحقيقة شراكة تعاونية للخروج بأبحاث إن شاء الله متميزة، وتساعدنا في صنع السياسات الاقتصادية على أسس سليمة ومتسقة، ويكون طبعا لدينا آليات عملية للتنفيذ، وكل ذلك يمكن تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بمرونة وصلابة وكفاءة في مواجهة الأزمات التي تواجهنا والمخاطر المتزايدة، سواء يعني على المستوى الاقتصادي أو الجيوسياسي الذي يحيط بنا في إقليمنا. فالحقيقة يعني توقيت هذا المؤتمر أعتقد أنه في غاية الأهمية. الأمر الآخر أن هذا المؤتمر الحقيقة بيضم نخبة متميزة ومرموقة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين في مختلف الجامعات المصرية، وأيضا من الباحثين المتميزين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيضا يضم الحقيقة صوت القطاع الخاص وممثلي الحكومة وأيضا المجتمع المدني والمؤسسات الأجنبية الدولية، رؤية الجميع في ما يواجههم من تحديات وما هي الفرص التي يمكن أن نغتنمها، وكيفية صنع السياسات المتسقة المبنية على معلومات وبيانات مستنيرة. وأيضا هذا المؤتمر الحقيقة فيه ميزة أنه هو بيحاول أنه يستخدم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في محاولة لاستشراف المستقبل والتوقع إذا حدث يعني لا قدر الله أي أزمات قادمة كيفية التعامل معها وإدارة هذه المخاطر على أكمل وجه بكفاءة وفعالية. بالنسبة لهذا المؤتمر الحقيقة بيشارك فيه نحو 26 باحث وأستاذ أكاديمي، وأيضا يشارك فيه نحو أكثر من 14 رئيس جلسة ومعقب. فالحقيقة هي نخبة يعني متميزة من الأساتذة والباحثين المرموقين. المؤتمر بيتمحور حول عدة قضايا يعني مهمة، أهمها طبعا السياسة النقدية والسياسة المالية، سياسة الإنتاج الصناعي والزراعي، التغيرات المناخية ويعني كيفية مواجهة التحديات، تكلفة يعني التكيف مع التغيرات المناخية في مصر. بيتناول أيضا أهم الآليات العملية التي تساعدنا على تنفيذ هذه السياسات ومتابعتها ومراجعتها، ونتحدث أيضا على كيفية استخدام النماذج المبنية على الذكاء الاصطناعي مثلا لتكوين مؤشر عن الاستقرار المالي في الاقتصاد المصري وكيفية تحقيقه، يعني بتحاول أيضا استشراف المستقبل وكيفية الاستعداد لمواجهة أي أزمة قد تطرق يعني سواء على المستوى الوطني أو العالمي. بالنسبة لأهم النتائج والمقترحات التي خلص إليها المؤتمر، سيتم طبعا يعني إعدادها بصورة واضحة وشفافة، وسيتم طبعا إفادة بها أولا مركز معلومات مجلس الوزراء، لأن هو الجهة التي تصنع القرار ونحن نريد أن ندعم بناء القرار. أيضا سنرسلها إلى جامعة القاهرة لأن هي الجهة التي تقوم على التعليم والتدريب والأبحاث، فلابد أن تشترك معنا في صنع وتنفيذ هذه السياسات. الحقيقة عايزين أيضا القطاع الخاص له دور مهم وأساسي وجوهري في التعاون مع الحكومة وبوزرائها جميعا. والحقيقة كان معنا في المؤتمر معالي وزير المالية اليوم، وهو الحقيقة يعني أعطانا هذه فكرة جيدة عن ما تعتزم الحكومة عمله في المستقبل القريب بإذن الله،
وايضا الحقيقه القطاع الخاص وممثلي المؤسسات الدوليه جميعا اشتركوا في توضيح رؤيتهم لكيفية صنع السياسات وما هو المطلوب ليحقق الاقتصاد المصري المستوى النمو ومعدل النمو المرغوب فيه والذي سينعكس بطبيعة الحال على حياة المواطنين وتحسن الأداء الاقتصادي. ده كان بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. الحقيقة المؤتمر ده إن شاء الله ده أول سنة يتم بالاشتراك بين المؤسستين، إن شاء الله هيتم تكراره سنوياً، يقام مؤتمر مشترك. المؤتمر ده بيكتسب أهميته لأن بيتم فيه الاندماج بين مؤسستين، وفي الكلية في طبعا أساتذة الكلية المتخصصين في الاقتصاد، والجلسات بتشمل أساتذة الكلية وأساتذة الجامعات الأخرى مع الخبراء والمتخصصين وممثلي الحكومة وممثلي الجهات الدولية. في عدد من الجلسات وفي عدد من ورش العمل وفي عدد من الحلقات النقاشية. المؤتمر ده تحت رعاية معالي رئيس الوزراء، وقام بافتتاحه معالي رئيس الجامعة الأستاذ دكتور محمد الخشت والأستاذ أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات. والحقيقة في المؤتمر ده بيتم تقديم ما يزيد عن 60 بحث. هذه الأبحاث بتدرس الواقع الاقتصاد المصري وكيفية مجابهة الاقتصاد المصري للتحديات المحيطة. طبعا الاقتصاد المصري هو جزء من الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي تأثر في الآونة الأخيرة بالكثير من التحديات نتيجة الكوفيد 19، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب على غزة، أزمة الطاقة وما إلى ذلك. هيتم تقديم التوصيات، هذه التوصيات هتكون بمثابة روشتة بتقدم لصانع القرار حتى يتم الأخذ بيها، و يعني محاولة تفادي تأثير الأزمات العالمية المحيطة على الاقتصاد المصري. وكمان النقطة المهمة هي محاولة استشراف المستقبل والتنبؤ بما سيحدث، وده بيتم عن طريق التقنيات الحديثة زي مثلا الذكاء الاصطناعي. كان في لجنة للمؤتمر عملت على مدار شهور طويلة في قراءة الأبحاث وتحكيم الأبحاث، إرسالها للمحكمين وانتقاء أفضل الأبحاث التي يتم عرضها في هذا المؤتمر. طبعا تم اختيار رؤساء الجلسات والمعقبين بعناية شديدة ممن يعني هم المختصين بكل مجال من مجال الجلسة أو ورشة العمل أو ما إلى ذلك. لسه دلوقتي كان في حلقة نقاشية لسه منتهية، كان فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلين من القطاع الخاص مع ممثلين من الجهات الأجنبية، وأدارة الجلسة هذه الجلسة الأستاذة الدكتورة عليا المهدي عميد الأستاذ الاقتصاد في الكلية وعميد الكلية الأسبق. والحقيقة كانت جلسة غنية جدا بالمعلومات وتبادل الأفكار. في برضو حلقات نقاشية، في دلوقتي جلسة بتتكلم عن أهمية البيانات واستخدام البيانات. أنا أستاذ إحصاء وطبعا عارفة أهمية توفر البيانات، لأن البيانات دي عنصر مهم جدا في عملية اتخاذ القرار، وأول ما بتتوفر البيانات بشكل صحيح فإذن بنتوقع أنه هيتم البناء عليها ويتم استخدامها أنسب استخدام.
بيتم بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. والحقيقة هو مؤتمر موضوع مهم جدا وتوقيته مهم، موضوعه مهم لأنه العالم بيتسم بدرجة متزايدة من عدم اليقين ومن التعقيد، وده بيضع أعباء كبيرة على متخذ القرار، لأنه متخذ القرار دايما محتاج يكون بيتخذ القرار على يعني رؤية للمستقبل، على تصور للمستقبل، وبالتالي التغيرات السريعة بتخلق حالة من عدم الاستقرار، والاستقرار مهم جدا للقرارات الاقتصادية. فإزاي نقدر نتعامل مع المخاطر المرتبطة بعدم اليقين بشكل يسمح بعدم حدوث أزمات، لأن احنا لا نرغب في الدخول في الأزمة ثم إدارة الأزمة، لكن نرغب باستباق الأزمات ونرغب في بناء مستقبل أفضل للمواطن المصري. وده بيحتاج مشاركة بين متخذ القرار وبين المواطن وبين الخبراء وأصحاب الفكر. والحقيقة أنه لو يعني مجلس الوزراء مركز دعم القرار هو مركز الفكر الكبير والأساسي لمجلس الوزراء، فكلية الاقتصاد تعتبر يعني مصدر مهم جدا للخبراء والعلماء في مجال الاقتصاد المصري، ويمكن ده بينعكس كما يعني ذكر في مقدمة المؤتمر على عدد من تخرجوا منها من مسؤولين وخبراء في الداخل وفي الخارج في المجتمع الدولي. فوجود المؤتمر في هذا التوقيت وبهذا الجمع بين الكيانين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو الحقيقة مهم جدا في التوقيت اللي احنا بنشهد فيه هذه الحالة من عدم اليقين. البحث بتاعي الحقيقة اللي أنا تم إعداده من خلال فريق العمل في محور استشراف المستقبل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو محور تحت الإنشاء، يعني بيتحدث عن دور استشراف المستقبل في التعامل مع تحديات التنبؤ الاقتصادي. لأنه صحيح الاهتمام بالمستقبل مهم عشان نستبق الأزمات وعشان نتعامل معها، بس أساليب الاهتمام بالمستقبل بتختلف. كتير من الدراسات الاقتصادية بتعتمد على النمذجة الاقتصادية أو التنبؤ الاقتصادي، والحقيقة أنه كل ما عدم اليقين بيزيد كل ما هذا التنبؤ بيكون صعب جدا وبتقابله تحديات ومشاكل تؤدي أحيانا إلى فشل. بس الحقيقة برضو أنه ده مش مرتبط بس بعدم اليقين، لا، هي التنبؤ الاقتصادي أصلا حتى في الأوقات العادية بتقابله تحديات، سواء كانت هذه التحديات ناتجة عن عدم قدرة النماذج الاقتصادية على التعبير بشكل دقيق عن الواقع، أو عدم استقرار الواقع، أو التغيرات اللي بتحصل في الترند يعني أو اتجاه تغير المتغيرات المهمة. وبالتالي لابد من التفكير في أشياء تساعد على التغلب على تحديات التنبؤ الاقتصادي. الاستشراف هو وسيلة المهمة جدا للتغلب على تحديات التنبؤ الاقتصادي من خلال أدوات ومنهجيات مختلفة، ومن خلال قدرات بتسمح بأنه يتم التفكير في بدائل للمستقبل، ويتم التفكير في حتى أسئلة مختلفة للأسئلة اللي بنسألها للنماذج الاقتصادية. يعني حقيقة أنه لو عملنا نماذج للاقتصاد المصري لكن ما كانش السؤال منها هو شكل المستقبل بكرة هيكون عامل إزاي، لكن عشان نفهم هيكل الاقتصاد وتحدياته وفرصه المختلفة، فده بيساعدنا الاستشراف عليه. وهو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار احد انشطته اللي اصبحت رئيسيه ومهمه جدا لمتخذ القرار مهتم بيها هو استشراف المستقبل، لكنه الى جانب ذلك ويمكن بيسبقه اهتمامه بمجالات كبيره جدا. مجال توفير المعلومات والبيانات، وتوفير المعلومات مهم جدا لاتخاذ القرار. لا يمكن اتخاذ قرار اقتصادي سواء على مستوى الحكومات او على مستوى المستثمرين او على مستوى الافراد بدون توفر معلومات كافيه لاتخاذ هذا القرار. والمركز بيشتغل على هذا الموضوع منذ سنوات طويله، ومؤخرا اصبح عنده يعني مخرجات افضل باستخدام ذكاء اصطناعي وباستخدام ادوات التحليل المختلفه. اصبح عنده عدد كبير جدا من اللوحات المعلوماتيه الداشبوردز اللي بتعرض على كل المستويات ويمكن الاستفاده بيها. اصبح عنده او هو عنده اصلا من فتره طويله مراكز استطلاع راي ومنصات للتواصل مع المواطنين، وعنده ايضا محور كامل لدعم القرار بيقوم بدراسات اقتصاديه بيوظف فيها البيانات والمعلومات، وان شاء الله في الفتره القادمه يوظف فيها ايضا استشراف المستقبل. مهم جدا لان هو الاول من نوعه بالشراكه ما بين مؤسستين عريقتين هما كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. تم بالفعل بالامس توقيع بروتوكول تعاون ما بين الهيئتين او المؤسستين، و
من خلالهم هيتم عقد العديد من ورش العمل والندوات والمؤتمرات اللي هيكون ليها أكيد أثر إيجابي كبير، لأنه أهم حاجة من المؤتمرات اللي احنا بنعملها، وده المؤتمر الأول زي ما ذكرت سابقا، إن احنا نخلص لبعض السياسات الهامة اللي تطلع لصانع القرار فتساعد على الخروج من الأزمات الحالية. أنا كوكيل كلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث أهتم جدا بالطلاب، لأنه يهمني الطالب اللي هو مسجل عندي لدرجة الماجستير أو الدكتوراه هيستفيد إيه من هذه الشراكة أو شراكات مماثلة. يعني طبعا أنا عندي علشان الطالب يناقش رسالة الماجستير أو الدكتوراه لازم بيكون نشر بحث دولي من الرسالة بتاعته، فهذه المؤتمرات بتشجع هؤلاء الطلاب على المشاركة بعدد من الأوراق البحثية المحكمة، وبعدها يقدر ان هو يعدل في هذه الابحاث، ومن ثم يقدر ان هو ينشرها دوليا في مجلات علمية مرموقة مصنفة سكوبس او كلاريفيت اناليتكس. وبالفعل ده اكيد هيساعد الطلاب على التنقيح من الاوراق البحثية المقدمة ويساعدوا على النشر العلمي المتميز. الحقيقة إنه الأبحاث المقدمة هتساعد صانع القرار في الخروج من الأزمة، مش بس كده، هي كمان بتدي زي تنبؤ مستقبلي بحدوث الأزمة، وبالتالي أكون أنا محضر الحلول اللازمة قبل حدوث الأزمة، التنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل المخاطر وعدم اليقين. وبالتالي كل التوصيات اللي هتطلع هي بمثابة إزاي أتنبأ بأزمة قبل حدوثها، وإزاي أقدر أوصل لحلول مناسبة لهذه الأزمات. وطبعاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتستخدم بشدة دلوقتي، فهنشوف إزاي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال للحصر ممكن نستخدمها في القطاع المالي للمساعدة على الوصول لنتائج جيدة في الأزمات اللي بيواجهها القطاع المالي في مصر. جامعة القاهرة طبعا هي صرح علمي كبير عريق، فهو بيهتم طبعا جدا بالبحث العلمي، وعلشان كده هو بيكرم الباحثين سنويا على النشر العلمي المتميز. إذا أي باحث منتمي لجامعة القاهرة بيتم تكريمه سنويا لو نشر الأبحاث بتاعته في مجلات علمية مرموقة مصنفة دوليا. في حالة أن الباحث أو عضو هيئة التدريس قام بنشر أحد الأبحاث بتاعته في هذه المجلات المصنفة تصنيف دولي، بيتم التقدم لجوائز النشر العلمي المتميز، ويعني بيتم تكريمه. ده أكيد بيدي حافز للكثير من الباحثين علشان نشجعهم على النشر العلمي. تنظيم المؤتمر كان بداية في إطار التنسيق والتعاون ما بين اللجنة العلمية الاستشارية والجهات الأكاديمية في مصر، وطبعا جه على رأسها جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. في الحقيقة احنا في اللجنة العلمية الاستشارية للمركز بيكون بينصب كل جهودنا على تعزيز الاستهامات البحثية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيضا عقد العديد من الشراكات مع الجهات البحثية والأكاديمية في مصر. في الحقيقة فكرة وجود مؤتمر سنوي للمركز هو أمر مهم جدا، لأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو مركز فكر رائد مصنف طبعا دوليا، والمركز ليه العديد من الإسهامات البحثية المرموقة، وخاصة في عام 2023 كان عندنا أكثر من 180 إسهام بحثي وأكثر من 250 إصدارة دورية وأكثر من 94 ورقة سياسات ومؤشر مركب. في الحقيقة كل هذه الأعمال والمجهودات وكمركز فكر رائد لابد أن يكون هناك مؤتمر علمي سنوي للمركز. فهذا المؤتمر، وكي يتم عقد هذا المؤتمر بشكل كفء وبشكل جيد، كان من الأهمية بمكان أن يكون في تعاون مع الجهات البحثية. وبالتالي إحنا في اللجنة العلمية الاستشارية واللي هي قوامها هو مجموعة من الأساتذة والخبراء المرموقين في الجامعات المصرية، فكرنا أننا نعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. فبالتالي هي شراكة مشتركة ما بين الجانبين، وإن شاء الله هتكون منصة دائمة لدعم عملية صنع القرار في مصر، استنادا إلى وجود قنوات تواصل دائمة ما بين صناع القرار في مصر من جهة، والأكاديميين والخبراء وأساتذة الجامعات من جهة أخرى. في الأول مرة كنا حريصين على أننا إضافة إلى الأبحاث المعدة من قبل الأساتذة الخبراء في الجامعات المصرية، أيضا هناك اهتمام بشباب الباحثين، وبالتالي هناك مسار في الإسهامات البحثية
الأساسية لطلاب درجة الدكتوراه في الاقتصاد. أيضا مهم بخلاف الجهات البحثية والأساتذة المرموقين في الجامعات المصرية أن يكون في نوع من أنواع الحلقات النقاشية، وإحنا شاهدنا النهاردة في بداية اليوم فعاليات اليوم الثاني حلقة نقاشية لممثلي الحكومة المصرية ممثلة في السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية مع مجموعة من المؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، كل ذلك بهدف تبادل الرؤى والمناقشات والأفكار، وأنه كيف يرى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية عملية صنع السياسات في مصر، وبالتالي محاولة توفير رؤية متسقة ومتكاملة بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالخروج بتوصيات داعمة لصنع القرار في مصر، استنادا إلى الحلقات النقاشية والجلسات البحثية وورش العمل. أنا بقول ليه ورش العمل؟ إنه مركز المعلومات في الحقيقة، وإحنا مركز المعلومات وهو مركز فكر رائد محليا ودوليا، عندنا العديد من مسارات العمل في المركز، وبالتالي كان هناك أهمية لوجود أو تنظيم عدد من ورش العمل الخاصة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتقديم بعض الموضوعات اللي ليها أهمية كبيرة واللي ليها علاقة بموضوع المؤتمر. كافة حكومات العالم تواجه بتحديات كبيرة يفرضها زيادة مستويات المخاطر وعدم اليقين، ومن ثم كان هناك أهمية لوجود رؤية ودور بارز لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عقد هذا المؤتمر لدعم عملية صنع السياسات في مصر بالعديد من الآراء المستنيرة والتوصيات وقنوات التواصل المهمة مع ليس فقط المجتمع الأكاديمي ولكن مع المؤسسات الدولية وأيضا مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص. ويمكن أيضا احنا بنفخر الحمد لله بأنه وجود الكتلة الأكاديمية والبحثية الداعمة للمؤتمر بيفوق عددها حوالي 60 باحث ومعقب ورئيس جلسة، فأعتقد هو مجهود كبير جدا تم على مدار الشهور السابقة وكله بيستهدف المقام الأول والأخير الخروج بتوصيات بناءة داعمة لصنع القرار في مصر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هي منصة دائمة ومؤتمر علمي سنوي للمركز بإذن الله تعالى بالتعاون مع كافة الجامعات المرموقة في مصر.